يا الزينة ديري لاتاي ديري لاتاي وما نلقاش. سهرة وأجواء سمر تصنعها العائلات بغابة التسلية والترفيه بشاطئ رشقون ببني صاف. هاد الغابة الناس يجيو يعوموا في مدينة رشقون، من بعد في العشية لا ماجوريتي يجيو يتعشاو هنايا، وكاين اللي يشوي وكاين اللي يلعب ليسونسيال، كلشي راه متوفر في هاد الغابة، زعما حاجة شابة بزاف. من الولايات المتحدة، حنا فاكونس في الجزائر. فوالا جبتنا لا فوغي تاع رشقون، كشغل عملوها اسباس فاميليال. سي اكويون كونفيفيال كونفورتابل ما شاء الله. 14 years ما جيتش للبلاد، الحمد لله صافا. راه كاين صافا دي بارك هكذا دي فامي، زعما جو بريفير البارك على البيتش باسكو كاين اتس كراودد، كاين لوت اوف بيبل سو ترافيك صافا الحمد لله. لتوفير ظروف الراحة بغابة رشقون عيون ساهرة. بلايص وين يشوفوا، ميم رانا بين دايرينهم دي باربيكيو باش نحافظوا على الغابة، ميم نوفروا لهم هنايا لي دوش المصلى لي سانيتير بور لي اومي فام. هنا راه كاين اجواء جد عائلية. العائلة تلقوا راحتهم، ديرونجمون ما كانش، بلاصة تاع لي جون سبيسيال لي جون، بلاصة تاع لي فامي سبيسيال، ما كانش حاجة تخليهم يديرونجاو. النسيم العليل والمتعة ما يستهوي الصغار والكبار بغابة رشقون.